السلام عليكم. وقفنا في الفيديو اللي فات عند جزئية مهمة وهي معالجة حاجة اسمها البيك تو افريج ريشيو في الاو اف دي ام. الاو اف دي ام زي ما قلنا عبارة عن انك بتاخد المعلومات وتحطها في خانات في الترددات وبتدي كل الخانات دي لمستخدم واحد في نفس الوقت. فمثلا في حالة الواي فاي بنديله 64 خانة جنب بعض على طول لازقين في بعض ومساحتهم حوالي 20 مليون زبزبة في الثانية. الخانات دي زي ما قلنا 64 خانة بنعمل عليهم الموديوليشن وأي حاجة احنا عايزين نعملها للمعلومات، وقبل ما نبعتهم تقريبا على طول بنعمل لها عملية اسمها فاست فوريير ترانسفورم، وهي تحويل رقمي رياضي لحاجة مشهورة اسمها الفوريير ترانسفورم. فدي بتغير يعني طبعا اما بنرسل الارسال في الزمن، فأي حاجة تعمل لها انفرس فوريير ترانسفورم تبقى كانت قبل كده في المجال بتاع الترددات. فلما بنعمل الانفرس فوريير ترانسفورم او الفوريير ترانسفورم ده بيخلي المعلومات اللي هي اساسا صفر وواحد بممكن تتقلب لي يبقى طولها او ارتفاعها 64 او واحد او يعني او صفر واحد. فدلوقتي زودنا التغيرات في المعلومات من صفر لواحد الى صفر ل 64، وده طبعا او ممكن حتى يكون من ناقص 64 لزائد 64. فالمشكله هنا طبعا مشكله كبيره ان احنا الامبليفاير اللي بيقوي الرساله ما يقدرش يستحمل يقوي التغييرات الصغيره والتغييرات الكبيره في نفس الوقت، فدي بتضعف الامبليفاير وبتخلي بعض التسلسلات من المعلومات ما تتنقلش على الاو اف دي ام. فالمشكله دي كانت موجوده وخلت شركه زي ابل مثلا تقول ان الاو اف دي ام ما يشتغلش سنه 93، وسحبوا من اقتراح ان هو يبقى في الواي فاي الاولاني. فنيجي بقى ازاي احنا حليناها. احنا كنا كتبنا الاختراع بتاعنا اللي هو مش شرحه لي وانا عدلت فيه بعض الحاجات، ومشيل راح فرح وكتبوا على ظهر الدعوة بتاعة الفرح وظهر المنيو بتاع الاوتيل وحاجات زي كده، والحاجات دي موجودة في الاختراع لحد دلوقتي. وانا مسكت الناحية بتاعت الكفاءة بتاعت الاختراع، يعني بمعنى ايه كان الكفاءة بيقارنوها بعدد الاستعمال، يعني مثلا عدد المستخدمين اللي ممكن يستخدموه بالمقارنة بالجيل الاولاني. فكان دلوقتي طلع اللي هو 2G زي ما قلنا، وال2G ده كان بيقدر يعمل لحد 10 مرات زي الجيل الاولاني. احنا انا عملت الدراسة دي وطلع ان احنا ممكن نوصل ل 34 و38 مرة. فطبعا يعني نظريا الاو اف دي ام اللي احنا اخترعناه كان اكفأ بكتير من اي حاجة معروفة في وقتها. فطبعا احنا عرفنا وقدرنا ان في ايدينا حاجة كبيرة. المهم ميشيل كان هو اللي بيكتب، فكتب الاختراع وكنا هنسجله خلاص في اوائل مارس او اخر مارس سنة 92. فايام قبل ما هنقدمه قلت لميشيل يا ميشيل احنا عايزين نحط فيه حاجة للشفرة. فميشيل قال لي مش محتاجين شفرة، ده التكنولوجيا دي صعبة جدا ومحدش هيفهمها، فازاي يعني مش محتاجين شفرة؟ فقلت له لا احنا لازم نحط شفرة. ميشيل قال لي ما معناه؟ لو عايز حطها انت وما تغيرش حاجة بحيث ان انا مش هراجع. فقلت له خلاص. فقررت ان انا احطه في الرياضة اللي كان مكتوب بيها، كانت رياضة اللي هي بيقول عليها ارقام مركبة اللي هي الكومبلكس نمبرز. فانا رحت مقرر اني حضيف بس في كل خانة حاجة e to the i phi n، n دي اللي هي الخانة رقم الخانة. فدلوقتي بقى ايه، نضفنا زاوية لكل خانة، الزاوية دي تعتمد يعني بس احنا اللي عارفينها والمستقبل اللي عارفها، فبالطريقة دي بقت نوع من الشفرة. اتضح بعدين ان دي سر من اسرار تشغيل الاو اف دي ام. دي طبعا كان توفيق ربنا ملوش حدود في الموضوع ده، يعني فعلا الواحد بيجتهد وبيعمل كل اللي عليه وبعدين ربنا بيكمله بالتوفيق ان شاء الله.
فعملنا كده فعلا وقدمنا الاختراع يوم 27 مارس سنة 92. نقول حاجة تانية على توفيق ربنا، إن يوم 31 مارس سنة 92 مجموعة من أستراليا قدمت برضو على اختراع على الـ OFDM. الاختراع بتاعهم كان يعني في ميزة عن اختراعنا إن هو كان بيخش بقى في تفاصيل ازاي تعمل الواي فاي بالظبط. احنا الاختراع بتاعنا ركز على الحاجات الجديدة بس، فذكرنا الحاجات الجديدة طبعا مفهوم، وقلنا في الاختراع انك ممكن تضيف الحاجات المعروفة زي كودينج، زي اي حاجة تانية انت عايز تضيفها معروفة وفي الكتب. وعيبهم بقى في الاختراع بتاعهم ان هم اتكلموا ان الاختراع بتاعهم ما يستعملش الا فوق 11 مليار زبزبة في الثانية. احنا طبعا سيبنا انه يستعمل في اي زبزبة. الاختراع بتاعنا ذكرنا فيه ثلاث حاجات، ذكرنا فيه الاستخدام للموبايل فونز وده اللي هو الاستخدام في الفور جي، وذكرنا فيه الاستخدام للوايرلس لاندز لشبكات الكمبيوتر وده اللي هو استخدم في الواي فاي، وذكرنا فيه حاجة كمان اللي هي الاتصال ما بين الأشياء وبعضها اللي هي الانترنت اوف ثينجز اللي لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي. فالحمد لله يعني الاختراع كان سابق لأوانه بفوق نقدر نقول 30 سنة. فالحمد لله ربنا وفقنا أيام توفيق في هذا المجال. من الظريف بقى ان احنا في حوالي أوائل نوفمبر سنة 92 كنا أسسنا شركة اسمها وايلان، وابتدينا يعني نعمل بعض السيميوليشنز علشان نشوف التكنولوجيا هتشتغل ولا لا، وإيه اللي محتاجين نعمله عشان تشتغل أحسن وما إلى ذلك. فأنا يعني واحد زميلي اسمه بول ميليغان قعد كل السيميوليشنز اللي كان ميشيل عملها، فقال لي موضوع ان البيك تو افريج دي وان بعض الفريمز ما بتعديش. هو كان حريص جدا ودقيق جدا في تعاملاته بول، فعاد كل حاجه فطلع فعلا ان بعض الفريمز بعض التسلسلات من المعلومات ما تعديش بسبب اللي قلنا عليه من شويه اللي هو البيك تو افريج ريشيو بروبلم دي. فاتصلت بمشيل وجي وكارين اللي هو بيعمله بول بيعمله، وبعدين قال الله طب ما انتم ما بتعملوش الشفره. قلت له مشيل ما انت قلت مش محتاجين شفره. فقال لا لا ده بنستعملها وظريفه. فطلع زي ما قلت لكم ان الشفره دي وبالطريقه دي بالذات اللي هي اضافه زاويه عشوائيه لكل خانه دي بتحل مشكله البيك تو افريج ريشيو. وان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه. سلام عليكم.